هذه لا أرملة لا إله إلا أنا راجل تقاتل. لا راجل لوني. أحوج هات لي ناس. 60 عام وبقى كنتكركب على الطاق ديال الخبز. أنا راه تشدوني زوليا كورا. واش نمشيو للزنقة؟ ندور الضايع كنا ساكن ندور الضايع. جاو قال لك من هنا 4 شهور غادي نعطيوكم، مع كونوا هانين ما ديرنا لا صلع لا والو، حنا احترمنا وخرجنا خرجونا جات القهوة جا رئيس الدائرة جا لجودان جا القايد كلشي فوق التراكس وكيريو لينا بيدو. دازت ديك 4 شهور والو، عطاونا 6 شهور والو، دابا قالوا لك تال شهر جوج غتزيدوا 2 أخرى. وحنا راه دله خويا حنا ريبو لنا في 3 مارس ريبو لنا قال لك السكن بدون صفيح. حنايا ما اختلفوش امور مشينا معاهم ريبنا معاهم بيدينا بان حنا ماشي هما دابا تيقول لنا انتم عناصر. انا بوليداتي انا في عمري 40 عام عمر الحبس ما دوزتو دابا واش كنتهدد به فاش الترياب ما درنا لا مظاهره لا والو. اخويا كمل فاش كمل الترياب قالنا 4 شهور غنعطوكم ما عطاوناش. عاود قال لك زيدوا 3 شهور ما عطاوناش. ما درنا لا مظاهرات لا والو مشينا خدامين لا بقى لا خدمه لا والو. راه حنا خويا خرجنا هما فاش بغا يريبوا لنا اش قالوا لنا؟ قالنا سكن بدون صفيح. اقسم بالله وربي شاهد اي سكن بدون صفيح. حنا مشينا في الخطه ديالهم والاقوال كيقول ولكن حيدونا من هنا خويا ودونا عاوتاني قناه اخرى شتونا نيت هزوا بلا رقم هنا وحطونا عاهنا نيت. اللي عنده شي واحد هلو عطاه واللي ما صامين يعطيه راه عندنا الله والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا من هذا المنبر الله ينصر سيدنا. عاش الملك عاش محمد السادس. تنطالبوا من سيدنا يوقف معنا طلبوا من سيدنا ويوقف معنا. والله يا اخويا انا كنت زوفري تنمشي ما نوقفش هنا نقرغف فيهم. انا خويا موالف كنجول انا في عمري 40 عام كون ما كانش عندي وليدات نمشي اخويا نبيع بلاد المغرب بلادنا زينه احسن بلاد هي بلاد المغرب. انا ما خليت ناظور ما خليت مكناس كندير كروسه كنبيع الديسير ما خليت ما بعت اخويا بلادنا زينه. انا راه تشدوني زوديا قهرب حنا راه كنحماقوا على المغرب ولا اله الا الله ينصر سيدنا. ريبوا لينا في شهر 3 وقالوا لنا غنعطيوكم ما عطاونا حتى حاجه. قلنا 4 شهور ونعطيوكم دازت 4 شهور ما عطاونا والو. تسنينا حتى لحق شهر 3 درنا المظاهره وخرجنا ودرنا المظاهره قلنا معطونا حقوقنا. قالنا ما عندكم حتى حاجه دابا من بعد ومشينا درنا المظاهره ورجعونا وداروا معانا شهر واحد غيبداو لنا داكشي ديال التجهيز. قالنا غنبداو لكم ونسالي لكم في شهر 6 الحق شهر 1 نجي عندهم هنا الجماعه قال لنا اللي تيسالنا شي حاجه يمشي يدعينا. ما عندكم حتى حاجه بعنا حوايجنا بعنا كل شيء باش نخلصوا الكره. دابا ها انت كتشوف خرجنا الزنقه ما بقاش عندنا باش نخلصوا الكره ما بقاش عندنا حتى حاجه. دابا جاوا حيدوا لنا العشايش حيدوا الوسخ من هنا حيدوا الوسخ اللي دايرين هنايا حيدوا هذا الوسخ من هنا. حنا دابا غنمشيو واش نمشيو للزنقه؟ علا بغاونا نمشيو للزنقه ولا غنعتقلوكم ولا غنعتقلوكم ولا كان داير شي حاجه لينا نتعاملوا عليها مرحبا ما عندناش مشكل. دابا كان داير شي حاجه ما كاينش مشكل مرحبا بهم صافي هادشي اللي كان